كل التحية لكم مشاهدينا، ودايما من خلال الصباح وهذا المشوار الصباحي بنحاول يعني يكون في محفزات مختلفة، إذا كان من خلال لحن الصباح أو حلول لمشكلات في الراهن. دايما بنحدث كمان عن المشكلات الاقتصادية، ونتكلم عن المشكلات الاقتصادية دايما بيكون الحل اللي نتكلم عنه هو الإنتاج. صحيح. فبما أننا نتكلم عن المحفزات الإيجابية لازم نتكلم عن محفزات الإنتاج. صحيح. وإحنا بنتكلم الآن عن الحلول الجذرية، والبعضها ممكن يكون آن والبعضها ممكن يكون على مستوى استراتيجي. والسودان معروف دائما بفرصه وموارده الزراعية الممتازة، الأراضي الخصبة، ويعني الآن العالم بيتكلم عن الزراعة العضوية، والسودان فرصه كمان في المجال ده كبير جدا. عموما نحن هنتكلم عن الإنتاج بشكل عام، والإنتاج في مجال الزراعة ومحفزاته وفرصه بشكل عام لكيف، مع ضيفنا داخل الاستوديو. أنا ما أعرف ذاته كلمة ضيف دي يعني بعد ده تنفع ولا لا، بيجي من آل البيت أكيد. دكتور عبد الماجد عبد القادر خبير اقتصادي، مرحب بك، صباح الخير. عليكم السلام، بارك الله فيك. مرحب بك. وكنا يعني بنتكلم عن المحفزات يا دكتور، يعني بالتأكيد نحن بنتكلم في البداية عن الموارد كمحفزات. نعم. المحفزات هي عوامل مساعدة. صح. هي ما هياش عوامل الإنتاج نفسها، وإنما العوامل المساعدة. هل كنا الاقتصاديين زمان قبل مئات السنين قالوا والله الفاكتورز أوف برودكشن أو عوامل الإنتاج؟ نعم. إنه يكون في أرض، يكون في إدارة، ويكون في رأس مال، ويكون في يعني دافع للشغل. دي العوامل الأربعة أو الخمسة مع بعضها بتشكل البنية الأساسية للإنتاج. نعم. لو لاحظنا نحن في السودان هنا العوامل دي موجودة عندنا، يعني عندنا الأرض. الأرض دي مش بالضرورة معناتها الأرض الزراعية، ممكن تكون المصنع، ممكن تكون المهم الأرض اللي هيقوم عليها الشغل. فالأرض، الأراضي موجودة عندنا. نحن بالنسبة للزراعة عندنا 200 مليون فدان، المستغل منها 50 مليون فدان، والخمسين دي ذاتها مستغلة بنسبة 40%، والـ40% ذاتها إنتاجها مدني جدا جدا. يعني طيب بعد ذاك عندنا موية من فوق، موية من تحت، موية من الجنبات، قصتنا خلاص. إذا نحن مشكلتنا يا أخوانا أظن مشكلة محفزات اللي قلتوها دي ذات إرادة. الإرادة دي ليه نحن ناقصانا؟ والله نجي نشوف هل دي خلل فينا نحن كسودانيين، ولا ده خلل في يعني الناس اللي بيديرونا المفروض يعني يديرونا. أديك مثال بسيط، نحن السنة دي أنتجنا إنتاج كبير جدا في منطقة القضارف، ما لقينا عمال في كل المجالات، لا في الصمغ العربي ما لقينا ناس يطبوا ولا ناس يجمعوا، زرعنا الذرة ما لقينا ناس للحصاد، ما عندنا عمالة، وين راحت؟ والله بين قدر ما أغريناهم الناس اضطروا يجيبوا الجماعة السوبيين ديلا ويقولوا لهم تعالوا هاكم 50% من الانتاج، يبقى معناته انا بشتغل لاخر لجهه ثانيه. ايوه. لو كان انا بدون ناس ذاته وبشيلوه ما يعني خير وبركه خليه يشيلوه. عندنا يبدو انه نحن عندنا مشكله. طيب يا دكتور اذا سمحت لي، الان انت اسقطت على مجال الزراعه عدم توفر العمال الان، وفي البعض بيعزيه لانه مثلا المزارعين ذاتهم تحولوا لانشطه ثانيه بدات تدر اليوم عوائد اكبر، وفي زمن اقل مثلا زي التعدين في الذهب، يعني معظم الناس مشت الشماليه او مناطق التعدين. هل الاشكاليه دي بس في مجال الزراعه ولا في مجالات الانتاج المختلفه بنلقى انه احنا عندنا الموارد ولكن الايدي العامله فيها اشكاليه، سواء كان في ارادتها ومقدرتها، سواء كان في المطلوبات المفروض تتوفر في العامل نفسه؟ الكواليفيكيشنز. أنا ده رأي ورأي شخصي، قد يكون قد أتمنى أكون مخطئ. نحن مشكلتنا في كل القطاعات بتاعتنا الإنتاجية، عندنا مشكلة في فهم الناس وفي الأبروش بتاعهم تجاه الأشياء. زي ما قلت أمشي بتلقى الناس كثيرين جدا قاعدين جنب ستات الشاي، أمشي بتلقاهم في صيوانات البكاء مليانة ناس تأكل وتشرب ويشي،
امشي في الصوالين بتاعت الافراح كده مليانه، لكن تعال مناطق الانتاج تلقى مساحات وتلقى يعني زراعه على مد البصر، وتلقى زول واحد هناك بيقوموا الجماعه المدير المشروع والهنا يزوروه كل مره ويشوفوكم انتوا ناس التلفزيون تصوروا وتجوا راجعين. يبدو انه عنده مشكله نحن لازم نعاليها يا اخواننا. نحن عندنا بلد، عندنا قريه اسمها كم من نومك، وعندنا قريه اسمها جنب موضوع ثقافه، عندنا استرحنا. نحن قرانا معظمها مسميه على شدر نحن بنرقد تحته. يلا الحرازه، ام حراز، السديره، السدره، الطنبوبه، السلمه، الطليح، الطليحه، ابو سلم، ابو ناي، النخيله، كل يعني قرانا ومدننا تقريبا على اسماء شدر، بيعني انه نحن زي مرتاحين وماخذين راحه. ده معناته ان احنا حقيقه في حقيقه الامر نحن يعني رعاويه، ما 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 اظن ما صناعيين، لا الزراعه، وحق نستعين على امر الزراعه باخرين. بالنسبه لـ 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 للرعي عندنا فيه مشكله، بهايمنا هي اللي بتسوقنا مش نحن اللي بنسوقها. يعني بهايمنا بتفتش للكلى، بتفتش للمرعى، بتفتش للمويه، عشان كده تسوقنا تودينا الجنوب، والجنوب الجديد ده بتاع جنوب دوله جنوب السودان، وجبنا منه نقلب نحن يعني تربي هي عضلات ونحن ماشيين وراها، محل ما هي وقفت نحن بنجيب ونرقد وهكذا. انا يبدو لي نحن محتاجين لمعالجه في الحته دي. خلينا مثلا اول امبارح حصل الحدث الاتي يوم السبت. نعم. انتم كتر خيركم غطيتوا المساله بتاعت الطلاب اللي امتحنوا للجامعه السنه. نعم. 540 الف ديال الطلاب فقط اللي امتحنوا للجامعات والمعاهد العليا السنه دي بس. طيب ديل عدد اكبر من مواطنين دوله انا بعرفها. طيب لو جيت اعيد عدد الطلبه، طبعا يعني ديل ما اولاد السنه النهائيه من الثانوي، معناته حضروا في 12، معناته انا عندي اكثر من 6 7 مليون طالب سمبلي بالفهم ده. نعم. مش كده؟ ببساطه. ايوه ببساطه شديده. البلد اللي 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 طلبتها 6 مليون تفتكر عدد سكانها كم؟ وهل ديل نحن ما قلنا نحن كمو 30؟ لا يمكن يكون نحن كمو 30، المفروض طلباتنا يكونوا حاجه كده بتاع 3 2 وحاجه. نعم نعم. لكن كونهم يكونوا 6 مليون او نحن ما عارفينهم. يا اخي نحن محتاجين لنا لتعداد حقيقي يوري السودانيين كم هم، وعدد اللاجئين كم، والقاعدين معانا من برا هم كم. كم صح، ودي يبغى لها تتوزع الموارد يعني. نعم. واحنا الليله بما انا بتكلم عن التحفيز، انت قبل شويه قلت انه احنا لازم نشوف ناس عندهم فهم العمل الزراعي ده والمحفزات للجانب ده، لكن نحن يعني الان بنامن عليها كخطط استثماريه ممكن تكون معالجات لحظيه وغيرها، لكن ضروره انه ثقافه العمل دي ذاتها تكون موجوده. شنو الطريق يعني اللي ممكن يكون هو الامثل لانه احنا نملك الشباب ثقافه العمل دي؟ طيب مش الشباب براهم الحقيقه، لكن نحن بلد اداها ربنا سبحانه وتعالى مساحات ضخمه جدا. اذا نحن قصه زراعتنا ما بتكون زي المصريين اللي ما بيمتلكوا غير اراريط، يقول لك ده انا عندي 3 اراريط عندي مش والجارات، بالمناسبه حاجه كده زي الشبر. بينما نحن هنا عندنا اي مواطن عنده حكايه بتاعت 10 15 كيلو. صحيح. كيلومتر مربع. أيوه. طيب دي بتعالج بالميكنة، الميكنة الزراعية الكبيرة. زي نحن بالمناسبة في الجانب الزراعي بتاع المساحات والموارد. أيوه. زينا زي أمريكا واحد. فقط بنحتاج ل يعني العقل البيدير الشغلان. فمحتاجين لمدارس فنية. هسه أسأل ال 540 ألف ديل المش امتحنوا، ما بيكون فيهم ولا 1% يعني فنيين عشان يكفلوا الفرقه
ما بين الزول الزراعي والمزارع. احنا محتاجين لدراسات فنية عشان ننهض. احنا ما محتاجين لشعراء ولا محتاجين لكتبت عرض حالات ولا محتاجين ناس زينا كده بتاع جرايد وناي ابدا. نحن محتاجين بالمناسبه لفنيين، فنيين في مجال الزراعه، فنيين في مجال الميكنه، فنيين في مجال الالات الزراعيه، فنيين وهكذا في كل المجالات، عشان ديل هم اللي بينهضوا بالتنمية وبحفزوا. نعم. الانتاج. طيب يا دكتور معلش برضو، انت من خلال حديثك قبل رجحت واحده من الاشكاليات للاشكاليات الاداريه، ومن خلال حديثك الان يعني دي في اشياء تشبه التوجيه كده وتشبه التدريب، وانك تقود الشباب او توجههم من خلال حتى الاكاديميات ومقرراتهم لانهم يعني يمشوا في اتجاهات محدده تدعم وتسد الفرقه زي ما قلت في مجال الزراعه. الادوار دي عشان تكتمل على مستوى اداري وعلى مستوى توجيهي، بينقصنا شنو؟ بينقصنا انه نشترك كلنا بالشغلانه دي. من هنا من قناة الشروق ومنك انت ومن تيسير دي تبدو في انه انتوا ذاتكم تكونوا الوحده والنواه بتاعت الانتاج هنا في القناه دي، وتاني تنزلوا لنا يعني اغاني واناشيد وناي بتاعت انتاج، لانه نحن يا اخواننا مقبلين على مرحله خطيره جدا الان. بالمناسبه نحن بنستورد بحكايه بتاعت 8 9 12 مليار دولار وبنصدر باربعه، معناته عندنا فرقه بتاعت 8 مليار ولا 7 مليار دولار لازم يعني نسدها. من وين بنسدها؟ من الانتاج. الانتاج يا هو الله الانتاج القطن، السمسم، الذره، الفول وهكذا يعني، والانتاج الحيوان. ده بيتم كيف؟ ده بيتم والله بانه انت تبدو من الاعلام من هنا، انتوا تكركوا في ناس البنوك عشان يمولوا المنتجين، انتوا تكركوا في المنتجين عشان يمشوا نحو العمل، انتوا تكركوا في الحكومه عشان توفر الادوات والوسائل، انتوا تكركوا في العلماء وهكذا. المساله محتاجه لثوره من جميع الجهات. صح، ونحن بنامن عليه الدور الاعلامي ده والتثقيف عموما ده، يعني نحن ذكرناه في موضوع ثقافه العمل بالنسبه للانتاج عموما. لكن يعني جانب مهم، نحن دائما لما نيجي نتكلم في جانب الموارد المتاحه والكادر البشري وغيره بتبقى الامكانيات الماديه عندها جانب كبير، فخلينا برضه نتكلم عن المحفزات في اطار السياسات البنكيه والتمويليه وغيرها. ده صحيح، لكن برضه الناس ما دام يعني عندهم يعني الموارد الرئيسية. عندي كهلك في اليابان بالمناسبة، اليابانيين عشان يزرعوا ما عندهم غير جبال وجارة. اليابان دي بلد بالمناسبة صغيرة جدا، بيشيلوا فوق ظهرهم القفة، بيمشي يجيبوا التراب ينقلوه يكبوه فوق الصخور، بعد ذاك يجي يزرعوا فوقه يعني ويزرعوا فوق راس البيت. في هولندا بيزرعوا في راس البيوت، وهولندا اصغر من ولايه الخرطوم يا اخواننا. انا عندي موارد. انا اتذكر كنت سايق لنا جماعه خواجات وماشيين بهم منطقه الجضارف، فانت بالشرق كده بالشرق مدني لما تقطع الكوبري تجي في لفه كده عشان تطلع شرقا على الجضارف. فانا كنت بقول لهم بالله شفتوا الاراضي بتاعتنا مسطحه كيف وكده مهيئة لتدريج. نعم. لنا ونقرا ما تفرح كثير، ما هو ده البحر جنبك يا اخي. قال لي اقفوا صف وكل زول بالكوبايه يغرف يدي جنبه. كان ممكن تسقوا لو ديل اليابانيين كان بيعملوا كده، كان بيقفوا صف ويسقوا بالكورية ولا بالكوبايه ولا بالجردل. لكن يا اخواننا نحن ظننا محتاجين لنا لشغله غير اللي بنقول فيها دي. نحن محتاجين لتحفيز المواطن، تمليكه وسائل الانتاج، تمليكه الارض ذاتها، وبعد ذاك الدوله تكون قائمه على انها تشتري منه منتجاته هي تصدرها بطريقتها. تسويقها وكده. نعم. نعم. طيب دايرين برضه نجيب في نقطه اللي هي خلينا نقول قراءه للسوق المحلي والعالمي، يعني ممكن الان شاهدنا زول وممكن تكون عنده واطه وارثه موجوده عارفه، ولكن بيسال روح انا لو داير اشتغل خلاص انا استمعت للكلام ده وانا تحفزت ودار انتج، يا رب انتج في هذا المجال ويا مجال ممكن يكون بيحقق لي ضمانات بتاعت نجاح، عشان انا كمان ما داير اخش في ناخذ تمويلات ويغلبني سداد بعد ذاك واشكاليات زي دي. وطبعا قصص الفشل
بتنتشر بشكل كبير شديد وبتعمل حاجز نفسي عند الناس بتمنعهم من انهم يقبلوا على خطوه زي دي. دي بتبقى هي مشكله الدوله في هنا تحدي عايزه تصدر شنو وتصدر لمنو وين البورصات بتاعت السوق المحلي بتاعها وترتيب السوق الخارجي بتاع الدوله. على السيد وزير الزراعه انه يتاكد انه عمل انتاج كبير، لكن على السيد وزير التجاره انه يشوف سوق هذا الانتاج، ومش بالضروره يسوقوا بعد ما ينتجوه، لكن ممكن يسوقوا قبل ما ينتجوه، ممكن يدينوا للاخرين اذا المساله مساله يعني انتاج ضخم وكذا. نحن عندنا حاجه اسمها الزراعه المطريه الاليه، كل زول ماسك له كم الف فدان وما عامل فيها اي حاجه. يعني عندك لو جبت لك امريكاني ومعاه مرته وعندهم بندق وحصان بتلقاهم طوالي قاموا وحفروا لهم بير وعملوا لهم هناك وحرسوا الشغلانه دي وزرعوا فيها والى اخره وجابوا البقر. نحن ما عندنا كلام بالشكل ده. ناسنا بيجوا بالزراعه المطريه مع الخريف بيقوموا بيشتتوا العيش، الخريف اذا بقى كويس بيجوا راجعين، ما جينا خلاص انتهى الموضوع. بعدك بيبيعوها للرعاويه اللي قلت لك قبل، الحايمين طالعين ناس. نحن محتاجين ل يعني اعاده فرمطه لامخاخنا ونحن عندنا شنو ونعمل به كيف. اذروايز بنفقده بالمناسبه، لانه نحن حولنا العالم الان بمر بمجاعه قريبه جدا بالمناسبه، وحتتفاقم المجاعه دي خلال 30 سنه، وعدد سكان العالم حيزيد، واوروبا كلها انزرعت ما فيها حاجه غير يا اما مزروعه يا اما عماره قايمه يا شارع غلط، ما في ولا سنتيمتر. افريقيا وفي افريقيا المساحات المتوفره موجوده في السودان والموارد موجوده في السودان، واذا ما قدرنا عليها بيجي زول بيقدر عليها. صح. واذا يعني هو في الاجابه على السؤال ده، يعني هو الحديث عن علي كان بيسال عن الموارد الاكثر المفترض يستغلها اي واحد مننا عشان يكون في انتاج، وانت الان من خلال حديثك بتقول انه الزراعه هي يعني الافضل بالنسبه، هي المخرج الوحيد بتاعنا واصلا كانوا من زمان قبل 40 50 سنه ايام النميري الناس بتقولك انه والله سله غذاء العالم العربي، بعد شويه تحولنا الى سله غذاء العالم ذاته، ونحن ما قادرين نوكل رغبتنا. المشكله دي معناتها فينا نحن. نعم صح. ولا تقول لي دي مشكله امكانيات وبتاع، وهناك وين المزارع في الزراعه المطريه الساكن في المشروع؟ وين البيوت البانيه في المشروع؟ وين البير الحافله في المشروع؟ وين الحفير الكبير اللي عملوا في المشروع؟ ما في. هم بنتعامل نحن مع الزراعه هيت اند رن، نضرب ونجري نضرب ونجري بس. صح. وجانب ثاني نحن دائما يعني حتى الزراعه والناس اللي بتحاول تزرع ما بيكون بقراءات او بدراسات معروفه، لا عارفه انه مثلا السوق المحلي المطلوب فيه وشنو، ولا عارفه انه مثلا طرق التمويل اصلا بتجيبها من وين، او التمويل ذاته المفترض يدوه لمنه، يعني اذا كان فردي او مجموعات او مثلا في اطار الزراعه او غيرها من المشروعات. ده غياب السياسات اصلا يا تيسير. غياب السياسات في وزاره الزراعه، وزاره الزراعه المفروض كانت تكون منسقه مع التجاره. التجاره تقول لي انا والله السنه دي عايزه انتج كذا مليون طن من القمح، انا السنه دي عايزه اصدر نص مليون طن من السمسم. بعدك وزاره الزراعه تقوم تقول يا ناس القضارب انتوا والله انا عايزه 40% منكم يزرعوا سمسم، يا ناس كردفان انتجوا لي يا كده. لكن دائما متروكه كل زول على كيفه، كل زول بينتج بالمزاج بتاعه، والبنوك شغاله على كيفه والناس شغالين على كيفه، البنوك بتمول الركشات والهيسات واللاندي. انا كان مره فاتت قلت لكم انه اي لاند كروزر حايم معناته 3 تراكترات، قيمته بتساوي قيمه 3 تراكترات. الاف اللاند كروزرات دي لو قمنا حولناها لتراكترات الطلاق البلد كان في سنتين تبقى زيها وزي امريكا. نعم. طيب نحن هسه من خلال حديثنا لحد هسه قدرنا نحلل الى حد كبير جدا المشكله واقعه وين يعني، او سببها شنو الى حد كبير. طيب نحن عشان شويه نكون عمليين الان، مثلا داخلين على موسم صيفي، المزارع الموجود الان في منطقه مناطق السودان ممكن كيف يستفيد من الموسم الجاي ده ويكون زول عملي ويبدا من خلال حديثنا ده مباشره؟ اصلا من المفروغ منه انه أيوه. الجهاز المصرفي الموجود ده ما قاعد يقدم ليه تمويل زراعة أكثر من 5% من احتياجات الناس. 95% أصلا جاية من 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 من, من, من المزارعين نفسهم. يعني نحن التمويل والكتلة النقدية والحركة والنشاط
موجود خارج الجهاز المصرف. المصرف عليه كل والي من الولاء يحفز ناسه ومزارعينه اللي ما محتاجين اصلا للتمويل في انه تكون في زياده راسيه في الانتاج، على بال ما يعني حولوا للميكنه اللي بتخلي في زياده افقيه سواء كان في المساحات او في اعطاء الفدان. انا يبدو لي من اسهل الاشياء انه نحن، وربما بالمناسبه نكون ما عندنا نحن ريكوردز، ما عندنا يعني احصاءات، ربما بنكون بننتج لكن مخزن في مكان ما ونحن ما عارف انه، ربما بنكون بنوديه لدول الجوار، نحن بتعيش حولنا يعني جنوب السودان بيعيش معانا، تشاد بيعيش معانا، ما بعرف تهريب مثلا كل الدول متكلم. التهريب بالمناسبه نسبته اكثر من 40-50%، دي لانها البلد كبيره والبلد ما صعبه انك انت تكونترول من ناحيه امنيه، فبتعمل لها كنترول من ناحيه اقتصاديه بضبط الانتاج وبمعرفه انت داير تعمل شنو وداير تعمله 200 وحتعمله كيف ومنو ذاته اللي بيعملوا لك. اوكي جيب عمال من اثيوبيا، جيب عمال من الفلبين، من اي جهه لحد ما ناسك يتعلموا، ده لانه الطاقه الفنيه ما بين المزارع والهناء ما في الزول الفني في النص ذاك اللي هو اللي بيكون زي نائب باش مفتش او مسؤول عن الالات وصيانتها والى اخره. فالمزارع زي بيبقى شغال بمزاجه وبالطريقه اللي اشتغل بها ابوه قبل 200 سنه. كليات الزراعه الموجوده دي ما بتخرج الفنانين، دي بتخرج لها ناس كبار ومعظمهم بتلقاهم فنانين وبغنوا في بتاع والله بيسافروا برا يعملوا الماجستير والدكتوراه وبتاع. بالمناسبه الزول اللي بيكون في العقل هو الفني مش الزراعي، ده واحد. اثنين المفروض كان يكون في قانون يقول اي الف فدان خلاص مستثمره يجب ان يكون على راس الزول الزراعي قاعد فيها. يعني زي ما الصيدليه بيجيبوا لها صيدلي وما بيفتحوها بدون صيدلي، والمستشفى ما والعياده ما بيفتحوها بدون دكتور، ومكتب المحامي ما بيبقى بدون محامي. اذا الالف فدان لا تستثمر الا في وجود زول زراعي ويكون قاعد فيها. امشي جيب لي زراعي واحد قاعد له في الخلف، كلهم قاعدين يا في الخرطوم يا في النايل صح. معلش يعني اسف انا احنا والله بنحيي كل، وانا بقول الكلام ده وانا ذاتي زراعي يعني صح. نعم. وبنحيي كل الزراعيين الحابين على انه فعلا تكون في تنميه زراعيه في الوطن، وبنحيي كمان المزارعين دائما اصحاب الجهد الاكبر في المجال الزراعي بالتاكيد. ونحن يعني من خلال الكلام ده بنتمنى انه اللي بيشاهدونا اليوم فعلا يكون محفز للانتاج بالنسبه لهم، خاصه في القطاع الزراعي. ونحن يعني الاساس انه نحن اللي وصلنا له هو فهم الانتاج والتمويل وغيره، والجانب الاهم التثقيف والتنميه للكادر البشري نفسه. شكرا لك جزيلا دكتور عبد الماجد عبد القادر، كان حديث اليوم عن محفزات الانتاج في القطاع الزراعي بشكل خاص. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا لك.